رئيس الجمهورية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة صياغة الدستور ويتلقى اتصالا من الزياني. قوات مكافحة الشغب تحاول فتح طريق المطار، والناطق باسم جماعة الحوثي يهدد بتأزيم الأوضاع في البلاد. استمرار المعارك في محافظة الجوف بين الجيش وميليشيات الحوثي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من قناة سهيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. حث الرئيس عبد الرب منصور هادي أعضاء لجنة صياغة الدستور على سرعة استكمال المسودة الأولية للدستور حتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة للاستفتاء عليه وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وفي لقائه اليوم رئيس وأعضاء لجنة صياغة الدستور، استعرض الرئيس هادي جهود اللجنة وما أنجزته ضمن مهامها في إعداد الدستور الجديد وفقا لبرنامجها الزمني المحدد. ثمن الرئيس عبد الرب منصور هادي دور رجال المال والأعمال ومواقفهم الوطنية في مختلف الظروف والأحوال والمنعطفات التاريخية التي مرت وتمر بها البلاد. وقال أثناء استقباله اليوم عددا من قيادات اتحاد الغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال: أتذكر موقفكم المسؤول في العام 2011، وها أنتم اليوم على نفس المستوى من المسؤولية، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة والمفصلية من تاريخ اليمن، مشيدا بحرصهم على عدم رفع الأسعار استشعارا منهم بهذه المسؤولية تجاه المواطن ومشاركتهم للدولة في التخفيف عن كاهل المواطن، وانطلاقا من الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوف مجلس جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي مع اليمن ودعمهما لجهود الرئيس عبد الرب منصور هادي من أجل استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. وقال الزياني خلال اتصال اليوم مع الرئيس هادي إن قادة مجلس التعاون الخليجي يعلنون وقوفهم مع اليمن من أجل الخروج من الأزمة الراهنة إلى بر الأمان، مؤكدا في ذات الوقت أن المجتمع الدولي يدعم اليمن من أجل الخروج الآمن من الأزمة، ويعتبر أي طرف أو جماعة تغرد خارج الإجماع الوطني تحت أي ذرائع معرقلة لمسار التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وأكد الدكتور الزياني أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن الخليج والجزيرة العربية، ولا يمكن السكوت عن أي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار ووحدة اليمن وإعاقة مسار العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. قامت قوات مكافحة الشغب اليوم بمحاولة لفتح الطريق المؤدية لوزارة الداخلية، حيث تقع ساحة معتصمي جماعة الحوثي المسلحة بالقرب منها. وكانت قوات مكافحة الشغب أحاطت بمخيمات الحوثي من عدة اتجاهات لإبعادهم عن مقار وزارات الداخلية والمواصلات والكهرباء وفتح الطريق إلى المطار. وقد نصبت جماعة الحوثي المسلحة خياما للاعتصام أمام وزارات الداخلية والكهرباء والمواصلات. من جانبه هدد الناطق باسم جماعة الحوثيين المسلحة محمد عبد السلام بتأزيم الوضع في البلاد وبالرد بكل الوسائل. تسعى إيران لاستنساخ تجربة حزب الله الشيعي عبر جماعة الحوثي المسلحة التي تتماهى كليا مع حزب الله في التسمية والنهج والشعار. ومع ذلك فاليمن ليست لبنان كما تقول مفارقات المكان. على خطى حزب الله تسير الميليشيات الحوثية المتمردة منتهجة ذات الأسلوب التدميري في قضم الدولة بالتدريج وغرز الخنجر الفارسي في الخاصرة العربية،
وبالرغم من كون جماعة الحوثي نسخة أصلية من حزب الله الميليشياوي، لا يبدو في أفق المؤشرات أن المنطقة العربية ستلدغ مرتين، وبالتالي تراهن إيران على حصان خاسر في اليمن ذات الطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية المختلفة جذريا عن لبنان، كما ترهن الجماعة الحوثية مستقبلها بفشل محتوم. اليمن بلد شاسع وطبيعته قاهرة ومعقدة، وهو الظهر الجغرافي للمنطقة العربية والخليج، ويمنحه البحر أكثر من 300 جزيرة وامتيازا خاصا في استراتيجيات العلاقات الدولية وشجون الأمن العالمي. هذه الاستثناءات تجعل من المستحيل على أي جماعة ميليشياوية السيطرة على اليمن التي منحها التاريخ تجربة مريرة مع الحكم الإمامي السلالي لا يمكن أن يتكرر على أرض تكرهه. في لبنان تمثل الطائفية الشيعية الرقم الأكبر في التركيبة السكانية، فيما هي أقلية ضئيلة في المجتمع اليمني شاذة عن السياق العام والهوية الاجتماعية والوطنية. كما أن انكشاف المشروع الحوثي وارتهانه لأجندات خارجية معادية لليمن وخلو مشروعه عن أي قيمة وطنية أو ذرة انتماء عوامل فشل لا ريب فيه. ويقلص الاصطفاف الوطني والتفاف القوى السياسية في مواجهة المشروع الحوثي من حجم الجماعة المسلحة، كما يضعها في مهب الأفول الوشيك. وتؤكد كل المؤشرات الماثلة للعيان فشل التجربة الإيرانية في استنساخ حزب الله على الأراضي اليمنية، حيث تناقضات المكان بين صنعاء وبيروت تفرض واقعها بقوة، ووحده الزمن من يتكفل بحسم المقارنات. قالت مصادر محلية بالجوف إن الطيران الحربي قصف اليوم مواقع تابعة لمسلحين حوثيين في محافظة الجوف في وقت تستمر فيه المواجهات بين الجيش والقبائل من جهة والحوثيين من جهة أخرى. وقد شن الطيران عدة غارات استهدفت مواقع المسلحين حوثيين في قرية الغيل بمديرية الغيل نفسها غرب المحافظة، ما أسفر عن سقوط عدد من الحوثيين دون أن يتسنى معرفة العدد. وللحديث أكثر حول الأوضاع في محافظة الجوف ينضم إلينا مراسلنا من هناك مبارك العبادي. مبارك، لك أن تضعنا في صورة الوضع عندكم. نعم أخي الكريم، صورة الوضع الأخير في الأيام الأخيرة، ربما ثلاث الأيام أو الأربع أيام الأيام الأخيرة، يشن الحوثي حربا شرسة على محافظة الجوف وأبناء محافظة الجوف، يعني يمكن أن توصف بالهجوم الانتحاري حقيقة اللي يقوم به الحوثي على أبناء هذه المحافظة، مدعوما بمئات من المقاتلين أغلبهم من أطفال المحافظات الأخرى المجاورة، أيضا مدعوم بالسلاح والعتاد العسكري الذي كسبه أو اغتنمه أو أخذه من معسكرات الدولة سواء في عمران أو محافظات أخرى غير عمران في حروبه السابقة. مبارك، ماذا عن حصيلة القتلى؟ هل هنالك من حصيلة نهائية لنتائج المواجهات اليوم؟ المواجهات اللي مسفرت عن قتلى في الطرفين، سواء في طرف اللجان الشعبية وأيضا الذي يساند الجيش أو في طرف الحوثيين. بالنسبة للجان الشعبية اليوم تقريبا هناك 4 من الشهداء فقط في أرض المعركة، وربما أيضا 8 جرحى. الحوثيين أيضا تلقوا ضربات قاسية في هذا اليوم، سواء من حربهم التي يواجهوها من قبل الجيش واللجان الشعبية أو الضربات الجوية، ففيهم القتل الكثير. هناك إحصائية تتحدث عن عشرات القتلى في صفوف الحوثيين، سواء من الهجوم الذي يقوم به كونه يقوم بهجوم يعني زحف بشري فيتلقى صد ودفاع قوي من قبل الجيش واللجان الشعبية يسفر عن قتلى في صفوف الحوثيين، أو في الضربات الجوية التي قام بها الطيران اليوم، تتحدث أنباء ومصادر عن أن هناك قتلى في الغارات التي نفذها الطيران على مواقع وأهداف للحوثيين. لكن طبعا ليس هناك احصائيه، كون الحوثيين لا يتحدثوا عن احصائيه عن ارقام قتلهم او جرحهم. مبارك، ما صحة القول بان هنالك مواقع تابعه للجيش سقطت بايدي الحوثيين؟ ليس صحيح هذا الجانب، ليس صحيح اطلاقا، ليس هناك اي مواقع تابعه للجيش. المواقع تعتبر هي المعسكر الذي في الدوله أو موقع الصفراء الذي قد أخذها الحوثيين من سابق في مطلع العام 2011، غيرها لا يوجد أي مواقع عسكرية. فباعتبار أن إذا كانت هذه الموقع المعسكر أو اللواء الذي يتواجد فيه الجيش الآن وهو بعيد كل البعد عن المعركة،
يعني الخبر هذا غير صحيح وعار عن الصحة إذا كان تتناول تتداوله بعض المواد. مبارك العبادي مراسلنا من محافظة الجوف، أشكرك جزيل الشكر. عقد عصر اليوم بمديرية الجوبة جنوبي مدينة مأرب لقاء موسع لأبناء المديرية من كل الأطياف للوقوف على آخر مستجدات الساحة الوطنية والمحلية، ووقف الحاضرون على آخر مستجدات الساحة وفي مقدمتها المد الحوثي وخطره على المحافظة. ودعا الشيخ عبد الرحمن الأعذل في كلمة العلماء الجميع إلى الوقوف صفا واحدا مع مبادرة رئيس الجمهورية للاصطفاف الوطني، ولفت الأعذل إلى أن الإسلام شرع حفظ النفس قبل حفظ المال، في إشارة منه إلى ما تتذرع به جماعة الحوثي من رفض الجرعة واستغلال الشعب. إلى ذلك ألقى مدير البحث الجنائي بمحافظة مأرب عبد الغني بحيبح كلمة أبناء المديرية، وشدد فيها على ضرورة توحيد الصف والكلمة تحت سقف الاصطفاف الوطني. وخرج اللقاء بمقترحات لعقد لقاء أوسع يضم كافة أبناء المديرية والدائرة لتحديد موقف مما يجري من صراع بين أبناء المحافظة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى. وعلى هامش اللقاء استطلعت كاميرا قناة السهيل عددا من آراء أبناء المنطقة حول موقفهم من المد الحوثي ووصوله أطراف محافظتهم، وكذا مدى استعدادهم لمواجهته. والله موقفنا موقف أي غير سلمي، ونرفض التمدد الحوثي، وين وش غايته، وين يباع، وسنواجهه بكل قوة. والله القبائل تدعى وعقدوا مؤتمرات وبيعقدوها للتصدي لأي خطر على الإقليم، إقليم سبأ. والله ابن المدير ابن المحافظة كاملا مستعد لمواجهته ويحافظوا على إقليمهم لا يدخل فيه. نحن الآن ندعو أبناء القبائل وأبناء قبائل إقليم سبأ أن يجتمعوا وأن يكون لهم موقف واحد وأن يكون لهم رأي واحد وأن يكون ضد كل من يحاول أن يمس أو يتدخل في شؤون مأرب. موقفنا أن ندعو جميع أبناء الإقليم وأن أن نكون في أطراف حدود الإقليم وأن يكون لنا موقف واحد، وأما أن أرادوا السلم فهم في السلم موجود، وأن أرادوا غير السلم فكل أن يحمي إقليمه وكل مسؤول عن حماية إقليمه والإقليم في وجه أهله. وفي محافظة مأرب أيضا وقع مشايخ عبيدة والأشراف اليوم السبت وثيقة أو اليوم الأحد وثيقة عهد وميثاق لحماية عاصمة المحافظة مدينة مأرب ومديرية وادي عبيدة من أي تهديد من قبل الحوثيين. وتعهد المشايخ على أنفسهم بالوقوف صفا واحدا لمواجهة أي خطر يهدد عاصمة المحافظة ومديرية الوادي، ونصت الوثيقة على الوقوف ضد من يستهدف المصالح العامة ويقطع الطريق أو يخرب الممتلكات العامة والخاصة. وأكد شيخ قبلي أن الوثيقة التي وقع عليها مشايخ عبيدة والأشراف عن بكرة أبيهم نصت على أن يتجه الجميع بأسلحتهم في حال أي طارئ أو خطر يهدد المديريتين لصده من أي جهة كانت. وصلت مسيرة السلام الراجلة التي انطلقت من محافظة تعز صباح أمس السبت مدينة إب مساء اليوم. المسيرة ينظمها مجموعة من شباب ثورة 11 من فبراير المستقلين، ويؤكد المشاركون في مسيرة السلام الراجلة أن هدفهم هو نشر ثقافة السلمية والتعايش بسلام بين مكونات وأفراد الشعب اليمني الأصيل، ونبذ العنف والإرهاب ورفض محاصرة المدن وانتشار الفوضى المسلحة عن طريق الاعتصامات المدججة بالسلاح. وتوقع المشاركون في المسيرة انضماما واسعا للمسيرة من قبل شباب محافظتي إب ودمار. وفي العاصمة صنعاء نظم أبناء مديرية معين بأمانة العاصمة مهرجانا جماهيريا ضمن فعاليات الاصطفاف الوطني لحماية المكتسبات الوطنية. تفاصيل المهرجان في التقرير الذي أعده الزميل محمد الحطامي. اصطفاف اصطفاف دعوة إلى التلاحم والاصطفاف والتسامي فوق الخلافات ونبذ استخدام السلاح والعنف لتنفيذ مشاريع قاصرة متهورة.
هي عناوين بارزة لمهرجان الاصطفاف الوطني اليوم في مديرية معين بأمانة العاصمة. ومن أجل الوطن والحفاظ على مكتسباته. مشاركة شعبية واسعة في المهرجان جاءوا حبا في الوطن وحرصا على حماية مكتسباته، وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والديمقراطية ووثيقة الحوار الوطني. اللافت في المهرجان هو حضور المرأة الكبير، والذي يعد مؤشرا على وعي بنت اليمن بظروف المرحلة، مع أن ذلك ليس غريبا عليها، فقد أثبتت مرارا وتكرارا وقوفها في مقدمة الصفوف طالما وأن الهدف سام ويخدم المصلحة العليا للوطن. ولهذا جاء الاصطفاف الوطني معبرا عن كل ما سبق، لنكون عند مستوى المسؤولية الوطنية وعلى قدر عال في الوعي واليقظة والحرص على حاضر ومستقبل اليمن، والسمو فوق كل الصغائر، وعدم السماح لعقد الوطن بالانفراد، والحذر كل الحذر من الزج بأبنائه وقواه في أتون صراعات لم يكسب منها أحدا ولن يكون منتصرا. الحاضرون دعوا إلى تحكيم لغة العقل ووضع حد للتمرد على الدولة والإجماع الوطني، موضحين بأن الشعب لن يستجيب لدعاة الفتنة وعهود الظلام الذين خبرهم قديما وحديثا وخبر ظلمهم وترفعهم عليه، ولن يسمح مطلقا بعودتهم وعودة الحكم بالحديد والنار والقطرنة والاستبداد. علينا أن نمد أيدينا بأيدي بعض، علينا أن نرص الصفوف، علينا أن نتوحد، علينا أن نكثف الجهود ونوحدها من أجل بناء يمن مزدهر، يمن متعلم، يمن مثقف، بعيدا عن السلاح، بعيدا عن العنصرية والعصبية والمذهبية والسلالية. المهرجان صدر عنه بيان أبرز نقاطه الرفض المطلق لأساليب العنف والحصار والتقطع والتخريب، والتأييد الكامل للاصطفاف الوطني الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية وحماية عاصمة اليمن الموحد من أي أخطار تهددها، والمطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار دون إبطاء أو تلكؤ، والسير في العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حتى النهاية، بالإضافة إلى عدد من النقاط الأخرى التي تضمنها البيان. رابعا، المطالبة بسحب كافة أسلحة الميليشيات المسلحة بما فيها أسلحة جماعة الحوثية المسلحة والتي نهبتها من معسكرات الجيش، وبسط نفوذ الدولة على كافة أراضي الجمهورية. خامسا، التأييد للمبادرة التي أطلقتها اللجنة الوطنية الرئاسية ووافق عليها اللقاء الوطني المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2014 سعيا لتجنيب اليمن الحروب والفتن. سادسا، مطالبة الدولة بمحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره وبصورة جدية. قال أبناء مديرية معين كلمتهم وأوصلوا رسالتهم وفحواها، لابد لإرادة الشر في نهاية المطاف أن تنكسر مقابل انتصار إرادة الخير، ولن يرحم التاريخ كل الذين يؤثرون مصالحهم الشخصية أو الحزبية أو القبلية أو الطائفية على مصالح الوطن الكبرى. طالبت المنسقية العليا للثورة اليمنية جماعة الحوثي بالتخلي عن لغة السلاح والقوة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بتسليم أسلحتها. ودعت المنسقية في بيان لها عقب مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد في العاصمة صنعاء، دعت جماعة الحوثي برفع يدها عن صعدة وعمران ورفع كافة مسلحها من صنعاء ومحيطها وإيقاف العنف الدائري في محافظتي الجوف ومأرب والخضوع للإرادة الوطنية الجامعة في الالتزام بالثوابت الوطنية. وعبرت المنسقية عن استيائها الشديد من محاولات اجترار ثقافة النظام السابق بكل أبعادها الحزبية والمناطقية والأسرية التي لفظها الشعب في عام 2011. كما دعت المنسقية شباب وقوى الثورة إلى البدء في مرحلة حاسمة من التصعيد الثوري السلمي حفاظا على مكتسبات الثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، واستكمالا لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
أكثر من 5,632,000 طالب وطالبة توجهوا صباح اليوم الأحد إلى مدارسهم في أول يوم في العام الدراسي الجديد 2014-2015. وقالت وزارة التربية والتعليم إنها أنهت جاهزيتها لإطلاق العام الدراسي الجديد، حيث استنفرت الوزارة ما يزيد عن 300,000 من منتسبيها لتهيئة بيئة المدارس للطلاب والطالبات ووضع الترتيبات اللازمة لتدشين أول يوم دراسي للفصل الدراسي الأول في جميع المراحل الدراسية. وبحسب الوزارة فإن 16,912 مدرسة ومؤسسة تعليمية متواجدة في عموم قرى ومديريات ومحافظات البلاد تستعد لاستقبال الطلاب والطالبات. كانت محافظة تعز يوم أمس على موعد مع المهرجان الخامس لشركة سبأ فون ضمن برنامج السحب على جوائز كرت المفاجآت. نتابع. لون السماء طغى على مهرجان سبأ فون، الشركة التي جعلت الجمهور هو صاحب الحدث ومن يصنع الفرحة. إن شركة سبأ فون كأول مشغل جي اس ام في اليمن تسعى كل ما يخدم مشتركيها الأوفياء، ووفاء منا لكل مشتركينا فإننا نتقدم اليوم بأحد أقوى العروض في سوق الاتصالات في اليمن الذي بدأناه العام الماضي 2013، والذي يمكن مشتركينا الفوز بجائزة كرت المفاجآت والفوز بالجائزة الكبرى سيارة فاخرة BMW 2014، وكذلك الجوائز الأخرى القيمة 3 سبائك ذهب 100 جرام كل سبيكة والعديد من الجوائز القيمة الأخرى. كثيرة هي الجوائز والسحوبات المقدمة بمهرجان سبأ فون بنسخته الخامسة، وقد تنوعت من الأجهزة إلى الذهب. كان الجميع بانتظار صاحب الحظ الأوفر والجائزة الكبرى في هذا المهرجان. 5, 4, 3, 2, 1 وألف مبروك لصاحب السيارة. ولاء من الجمهور للشركة الأولى باليمن، ووفاء من الشركة لزبائنها وجمهورها بالنزول إليهم وجعلهم محور اهتمامها الأول. وفي هذا البيان الصادر عن اللجنة الأمنية الذي وصلنا إلى التو، حيث صرح مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا إنه وفي صباح اليوم قامت عناصر خارجة عن القانون بنصب العديد من الخيام في شارع المطار بأمانة العاصمة، مما أدى إلى إغلاق الطريق وتعطيل حركة السير المؤدي إلى مطار صنعاء الدولي وحركة سير المواطنين في الشارع الرئيسي ذهابا وإيابا. وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، كما قامت تلك العناصر الخارجة عن القانون بإغلاق الطريق أمام وزارتي الكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات وإخراج الموظفين من الوزارتين بالقوة ومنعهم من الدخول إليهما. وأضاف إن الأجهزة الأمنية حاولت التواصل مع العناصر الخارجة عن القانون وإقناعهم بخطورة قطع الطرقات وتعطيل حركة السير، إلا أنه وللأسف الشديد لم يستجيبوا لذلك، وهو الأمر الذي فرض على الأجهزة الأمنية القيام بالواجبات المخولة والمكلفة بها قانونا لفتح الطريق من خلال استخدام خراطيم المياه نحو المتظاهرين ومناداتهم عبر مكبرات الصوت للاستجابة الطوعية لرفع الخيام المنصوبة في وسط الطريق الرئيسية. وتابع المصدر قائلا إن اللجنة الأمنية العليا، وهي تؤكد حرصها على سلامة كافة أبناء الوطن،
فإنها تستغرب من بعض التناولات الإعلامية التي زعمت قيام رجال الأمن بإصابة عدد من المتظاهرين وإطلاق الأعيرة النارية الحية نحوهم في الوقت الذي اعتادت فيه تلك العناصر الخارجة أو اعتدت عن القانون على رجال الأمن واعتلوا مركبات الأمن مستغلين حرص الدولة والأجهزة الأمنية على عدم ممارسة أي عمل من شأنه المساس بسلامتهم. وفيما أكد المصدر أيضا أن الأجهزة الأمنية لن تألو جهدا في القيام بواجباتها المخولة والمكلفة بها دستورا وقانونا للحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم السماح لأي جهة بإقلاق الأمن والسكينة العامة والإضرار بمصالح ومكتسبات الوطن والمواطنين وقطع الطرقات وتعطيل حركة سير المواطنين ومنعهم من الوصول إلى مقار أعمالهم. أهب بجميع المواطنين بانتهاج الطرق السلمية في التعبير عن الرأي ووفقا لما كفله الدستور والقانون وعدم الانجرار خلف الدعوات المغرضة التي تحاول النيل من أمن واستقرار الوطن والمواطنين ومحاولة عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل فيها. الجمهورية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة صياغة الدستور ويتلقى اتصالا من الزياني. قوات مكافحة الشغب تحاول فتح طريق المطار والناطق باسم الحوثيين يهدد بتأزيم الأوضاع في البلاد. استمرار المعارك في الجوف بين الجيش وميليشيات الحوثي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.